بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله بعد افتتاحه بخطبة في المقدمة: وبعد، فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وبعد. هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر، وهي يقولون إنها كلمة فصل بين كلامين. كنت نهيت عن التشبه، كنت نهيت إما مبتدئا وإما مجيبا، يعني أنني أنهى ابتداء دون أن يسألني أحد، وإما مجيبا لمن سألني. ينهى رحمه الله عن البدع ويحذر منها، فاعترض عليه بعض الناس كما سيذكره، فيكون هذا هو سبب تأليف هذا الكتاب القيم. نعم. قال: عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية. تشبه عن الكفار في أعيادهم. الأعياد جمع عيد، وهو ما يعود ويتكرر بتكرر السنة أو تكرر السنين، وهو ينقسم إلى قسمين: عيد زماني وكعيد المولد وأعياد الملوك وغير ذلك من أيامهم التي يحتفلون فيها ويتكرر، هذا يسمى بالعيد الزماني، أو العيد المكاني، وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس في وقت معين لنوع من التنسك أو العبادة أو طلب البركة، فهذا يسمى بالعيد المكاني، وهو ينقسم إلى قسمين: عيد شرعي مكاني شرعي، وعيد بدعي. العيد البدعي وهو الاجتماع في مكان لم يشرع الله الاجتماع فيه لأجل التقرب إليه في هذا المكان، فهو بدعة. ولذلك لما جاءه رجل يسأله أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، اسم موضع، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعل في هذا النذر، قال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ يعني هل كان من عادتهم يجتمعون في هذا المكان تعبدا لله؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مكانا للاجتماع والتردد عليه، على قبره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا ما كان الصحابة يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما دخلوا المسجد ذهبوا إلى القبر، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما كانوا إذا قدم أحدهم من سفر
يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم ينصرف، خشية من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تحرمونها من صلاة النافلة ومن ذكر الله عز وجل. فهذا هو الشاهد من الأعياد المكانية المبتدعة. أما الأعياد المكانية المشروعة فمثل الاجتماع حول البيت العتيق للصلاة وللاعتكاف ولتلاوة القرآن وللطواف به، فهذا عيد مكاني مشروع. وكذلك الاجتماع في منى وفي أيام التشريق وفي عرفة يوم عرفة وفي مزدلفة ليلة العاشر، هذه أعياد مكانية يجتمع المسلمون فيها لعبادة الله عز وجل. وأما الأعياد الزمانية المشروعة فمثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة، والحج من أركان الإسلام. فالاجتماع في فهذان العيدان الاحتفال بهما والصلاة صلاة العيدين وذبح القربان في عيد الأضحى، هذا كله من الأعياد الزمانية التي تتكرر على المسلمين، وليس للمسلمين سوى هذين العيدين، فإن أحدث عيد غيرهما فهو بدعة. فأعياد الموالد وأعياد المناسبات وغير ذلك كلها مبتدعة، وهي من أعياد الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يجتمعون أو يحتفلون في يومين من السنة، يوم النيروز ويوم المهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهما عيد أهل الإسلام ليس للمسلمين سوى هذين العيدين. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأخبرت ببعض ما في ذلك. نعم، فالشيخ رحمه الله نهى عن هذه الأعياد البدعية التي أحدثت في الإسلام. نعم، أخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية. الأثر القديم عن في الكتاب والسنة، والدلالة الشرعية من الكتاب والسنة. وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين. حكمة الشرع من مجانبة الكفار ومجانبة أصحاب الجحيم أن يترفع المسلمون عن تقليد الكفار والتشبه بهم حتى يتميزوا بدينهم، ولئلا يسري شيء من الدين الباطل إلى دين الحق. فإذا تجنبنا أعيادهم وتجنبنا التشبه بهم فإن ديننا يسلم من أن يتسرب إليه شيء من عاداتهم وأعيادهم وما يفعلونه من الشرك والكفر والبدع. فهذا فيه حماية لهذا الدين، تجنب التشبه بالكفار في أعيادهم في حماية لهذا الدين، ووقاية للمسلمين من أن يفعلوا مثل أفعال هذه الطوائف اليهود والنصارى والأميين. اليهود والنصارى أهل كتاب، فاليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، لكنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، ثم إن الكتابين نسخا بالقرآن، فالواجب اتباع القرآن. وأما الأميون فهم الذين ليس لهم كتاب، وهم عباد الأوثان وغيرهم والمجوس وغيرهم ممن لا كتاب لهم. فنحن منهيون عن التشبه بالطوائف الثلاث، بل التشبه بأربع طوائف: تشبه باليهود، تشبه بالنصارى، التشبه بالأميين من كفار العرب، التشبه بالأعاجم كما يأتي. نعم،
قال وبينت ما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. نعم، الأعاجم جمع أعجم، وهو الذي ليس عربيا، لا ينطق اللغة العربية. نعم. وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب، وأصلا جامعا من أصولها كثير الفروع. نعم، منع التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى والأميين والأعاجم وأهل الجاهلية، هذه قاعدة عظيمة يحمي الله جل وعلا بها هذا الدين من أن يدخله الدخيل، ويحمي به عقيدة المسلمين من أن تتلوث بعادات الكفار وعباداتهم الباطلة، فهي قاعدة عظيمة وتتشعب كثيرة الشعب وكثيرة. ولهذا هذا الكتاب ذكر فيه أشياء كثيرة، وهو لم يحط بكل ما، لكنه ذكر المهمات. نعم. قال لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى. بما يسر الله، يعني أني لم أحط بكل ما يتجنب من عباداتهم وأعمالهم وأقوالهم، فهذا شيء كثير، لكنه رحمه الله أتى بالخير الكثير وقعد القواعد ووضع الضوابط التي على ضوء الكتاب والسنة، والتي إذا ترسمها المسلم فإنه يسلم من هذه الشرور الوافدة، لا سيما وكثير من الناس مولع بالتشبه. نعم. لا سيما التشبه بالقوي. صحيح. فكثير من الناس وضعفاء الإيمان وجهال المسلمين يميلون إلى التشبه بهؤلاء الطوائف، لأنهم يرون أنهم على كمال، وأنهم قد سبقون بالحضارات والاختراعات وأمور الدنيا، فيظنون أنهم ما حصلوا هذه الأمور إلا بهذه الخزعبلات، وهذه هم ما حصلوا هذه الأمور إلا بالجد في العمل. نعم. الجد في العمل وطلبه، ما نالوها بخرافاتهم واعتقاداتهم الباطلة وبملابسهم وبأنواع تصرفاتهم، ما نالوها بهذه الأمور، نالوها بالجد في العمل وطلب هذا الشيء وإتقانه. فنحن نأخذ عنهم العادات والتقاليد الفاسدة ونترك العمل والجد في، ولو أننا عملنا بديننا وطلبنا هذه الأمور لكنا أسبق إليها منهم، لكننا تكاسلنا وهم جدوا في طلبها، وهي لا تدل على فضلهم. كل من اجتهد في شيء فإنه يتقنه ويدركه، فهم ما نالوها لفضلهم، وإنما نالوها بجدهم وعملهم. فالواجب أن نكون نحن أهل الجد، ونحن أهل الطلب لما ينفعنا في ديننا ودنيانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسببه من الخير ما قدره الله سبحانه وتعالى. أي نعم، لا يزال رحمه الله يبين السبب في تأليف هذا الكتاب، أنه كتب في الأول كتابا مختصرا. نعم. في النهي عن التشبه باليهود والنصارى والأعاجم، وبناه على ضوء الكتاب والسنة، ونفع الله به. لكن يقول إنه لا يحضرني الآن، لأنه رحمه الله كثير التأليف، كثير الكتابات، وكان يكتب الكتاب أو الفتوى ويرسلها ولا يبقي عنده منها صورة أو ينسخها عنده، لأنه مشغول بنشر العلم والتعليم. لكن كان تلاميذه وكان الذين يسألون يحتفظون بأجوبته وفتاواه، فبقي ولله الحمد الخير الكثير منها، ولا يزال يظهر بعد كل حين وآخر، يظهر له فتاوى وكتب كانت غير معلومة في الأول. نعم. رحمه الله. قال ثم بلغني بأخرة
أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عاد. بلغني بأخره يعني أخيرا، بلغني بأخره يعني أخيرا. نعم. أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها. نعم. بلغ الشيخ أن فيه من الناس من استغرب هذه الرسالة وهذا المختصر. لماذا تشبه؟ أي نعم. لماذا؟ لأنها تخالف ما ألفوه وما ساروا عليه. فالذي يأتي ينهاهم عن التشبه باليهود والنصارى والأعاجم يستغربونه، لأن هذا الشيء نشأوا عليه ولم ينكره أحد في الغالب، فهم يستنكرون من أحد. وهذه العادة، أن الناس إذا كانوا على شيء وجاء أحد يبين لهم ما فيه من الأخطاء يستغربون هذا. فهم استغربوا هذه الرسالة التي ذكرها الشيخ في النهي عن التشبه بغير المسلمين، لأنهم يجهلون هذا الحكم ويظنون أن هذا الشيء من الكمال. فالذين يتشبهون بالكفار يطلبون الكمال، لأنهم يظنون أنهم على كمال، مع أنهم أحط البشر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لكن بعض الناس يظنهم خير البشر وخير البشرية. نعم. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية. نعم. قال: وتمسكوا في ذلك، يعني من استغربوا، بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها. هذه عادة أهل الضلال، أنهم يتمسكون بالمتشابه من الأدلة، فهم يأخذون بالعموم مع أن العموم يخصص. نعم. ويأخذون بالمطلق مع أن المطلق يقيد. ويأخذون بالمنسوخ ويتنبهون للناسخ، فهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. وهؤلاء حذرنا الله منهم، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم، فيقيدون المطلق ويخصصون العام ويعملون بالناسخ ويتركون المنسوخ، فيكونون على هدى. هؤلاء هم أهل العلم وهم الراسخون في العلم. أما الفريق الأول فهم أهل زيغ، إما أهل زيغ وإما أهل جهل وابتداء في الطلب، كما عليه كثير من المتعالمين الآن. ليس عندهم إلمام بالشريعة وبالأدلة وبكيفية الاستدلال، لم يدرسوا القواعد الفقهية، لم يدرسوا أصول الفقه، لم يدرسوا مصطلح الحديث، لم يأخذوا القواعد التي يسيرون عليها. فهم يأخذون ما لاح لهم من الأدلة دون نظر إلى هل هو مقيد، هل هو مخصص، هل هو منسوخ، ما ينظرون في هذا، هل هو عام، هل هو خاص، هل هو مطلق، هل هو مقيد. هذه أمور لا يتنبه لها إلا الراسخون في العلم الذين ثبتت أقدامهم في العلم والإدراك ومدارك الأحكام. هؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم. أما أولئك فإن الله حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم. فأولئك الذين إذا رأيتم الذين يأخذون ما تشابه منه ويتركون المحكم فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. والله جل وعلا توعد الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فمن ما أمر الله به أن يوصل رد المتشابه إلى المحكم، هذا هو الوصل. أما إذا أخذت بالمتشابه قد قطعت ما أمر الله به أن يوصل. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة. نعم، اقتضاني يعني طلب مني بعض الأصحاب. وهكذا يجب الرجوع إلى أهل العلم في الأمور المشكلة والأمور المهمة. ومن أمثل من هذا الإمام رحمه الله في أن يرجع إليه في هذه المسألة العظيمة؟ وكذلك يرجع إلى العلماء في كل زمان ومكان. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما طلبوا منه ذلك أجابهم. ويجب على العالم إذا سئل أن يبين، وإذا طلب منه بيان حكم من الأحكام الشرعية يجب عليه أن يبين، وإلا يكون من الذين يكتمون ما أنزل الله. فهو أجابهم وألف هذا الكتاب. نعم. وسمه إشارة، قال: إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها ولما قد عم من الابتلاء بذلك. إيه نعم، سبق لأنه يقول أن هذا الباب لا يحاط بكل مسائله وفروعه، لكنه ألف هذا الكتاب كقواعد عامة وضوابط عامة، وفيه الخير الكثير. ومع هذا سماه إشارة، يعني استقلالا له، وهذا من تواضعه رحمه الله. نعم. قال: ولما قد عم من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. أي نعم، عم التشبه بالكفار والجهل بتحريم هذا الأمر حتى عادوا إلى الجاهلية في الغالب، ما هو الكل. نعم. فلن تعود الأمة إلى الجاهلية أبدا، الحمد لله، ولكن يعود إلى الجاهلية منها فئام. نعم. وطوائف من الناس. فهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ كادوا بتشبههم بالأعاجم واليهود والنصارى أن يعودوا إلى الجاهلية. نعم. قال: فكتبت. هذا فيه بيان الخطر. نعم. من التشبه بالكفار، وهو أنه يؤدي إلى عودة الجاهلية. العودة إلى الجاهلية. نعم. قال: فكتبت ما حضرني الساعة. الله أكبر، كتب. نعم. ما حضره الساعة، يعني هذا يدل على غزارة علمه رحمه. نعم. الله، وعلى عظيم فقهه. إذا كان أنه كتب في هذه الساعة هذا الكتاب الجليل العظيم المؤصل المقعد المدعوم بالأدلة. نعم. مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. هي نعم، هذا اعتراف منه رحمه الله وعدم اغترار بعمله، وأن الأمر أكثر مما ذكر، ولكنه أتى بهذا الكتاب في هذه الساعة التي ألفه فيها لأجل سد الحاجة. وأما التفريع والاستقراء والتتبع فهذا يحتاج إلى أكثر من كتاب. نعم. قال: ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك. إيه نعم، يقول: ما كان عندي شك إن اللي عنده فقه وعنده دين إنه ينكر التشبه، إنه يبي يسوغ التشبه. نعم. أو يفتي بجوازه. ما كان يظن هذا بالمنتسبين إلى العلم، لكن مع الأسف حصل شيء من ذلك، إما من المتعالمين الذين ليس عندهم علم والذين يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، وإما من المغرضين والمضللين الذين عندهم علم لكن يقصدون تضليل الناس أو التقرب إلى الكفار أو إرضاء فلان وعلان. نعم. بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله إذا نبه على هذه النكتة إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. كذلك ما كان الشيخ يظن أنه سيحصل ردة فعل من هؤلاء الذين استنكروا هذه المسألة لما أثارها في جوابه الأول. نعم. ما كان يظن هذا في طلاب العلم وفي العلماء، لأن الواجب على المسلم أنه إذا بلغه الحق فإنه يقبله، وإذا كان على خطأ فإنه يعترف بالخطأ.
ولو كان عالما ولو كان إماما، إذا تبين له الخطأ فإنه يرجع إلى الصواب، لأن الحق ضالة المؤمن. الشيخ كان يحسن الظن بهؤلاء ويظن أنهم ما يستغربون من يبين لهم تحريم التشبه وأضراره، لكن وقع خلاف ما كان يظن، وهذا من العجائب، وهذا لا يزال في الناس. نعم. وقد نحتاج إلى تكرار هذه المقدمة في بعض وصول الكتاب. قد نعم. يستنكر الناس ما يذكر من النهي عن التشبه أو يستعظمونه في بعض الجوانب. نعم، مثل ما قال رحمه الله، هم يصفون شيخ الإسلام، يعني هؤلاء الصنف يصفون شيخ الإسلام بأنه متشدد وأنه كذا وكذا، وأنه يصفونه إلى الآن. قال: ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. نعم، لو أن المسألة جهل لهان الأمر، لكن المشكل أن الإنسان يترك الحق وهو يعرفه لأجل طمع من أطماع الدنيا أو منصب أو رئاسة أو هوى من الأهواء وهو عالم، هذه المصيبة. وهذا من رين الذنوب، رين الذنوب، لأن الذنوب والعياذ بالله تعمي القلب، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي تعمي القلب، والرغبات الدنيوية والمطامع النفسية تعمي القلب ولا تريد الحق، فهذا هو السبب. فهذا يؤثر في القلب، إذا رد الحق فإنه يصاب بعمل البصيرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالواجب على من عرف الحق وبلغه الحق أن يبادر إلى امتثاله، فإن تأخر وتلكى فإنه قد يطمس على قلبه، نسأل الله السلامة، قد يطمس على قلبه ولا يقبل الحق بعد ذلك عقوبة له. ولهذا قال جل وعلا في بني إسرائيل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمؤمن إذا بلغه الحق يحمد الله ويغتبط ويفرح به، وإن كان على خطأ يتراجع عن خطأه ويدعو لمن نبهه. أما صاحب الباطل فإنه لا يتحول عن باطله ولا يقبل الحق، فهذا صنف موجود في الناس ويتكرر وجوده في الناس. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، ونشكر لشيخنا ما تكرم به من البيان. هذه تحية من مهندس الصوت أخي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.